طيب، ما زلنا في صفة الحج والعمرة بالتفصيل، ودرسنا صفة الحج والعمرة بالإجمال بصورة عامة بصورة مجملة، واليوم ندرس ونواصل في الصفة بالتفصيل. ووقفنا عند الحجر الأسود وقلنا الحجر الأسود الإنسان يستلمه، والاستلام هو المسح باليد، المسح باليد. وصح كما جاء في رواه الغليل أيضا من السنة إذا استلم ومسح الحجر الأسود بيده أن يقبل يده، هذه سنة أيضا جاءت في كتاب إرواء الغليل وصححها الألباني هناك رحمه الله تعالى. لكن الناس اللي ما بيصلوا بيشيروا لهم من بعيد ما بيقبلوا يده. التقبيل للإنسان اللي بيمسح شنو؟ الحجر الأسود، يقبل يده ويقبل الحجر الأسود برضو ثاني ويسجد عليه ويمسحه بيده، دي كلها سنن عند الحجر الأسود. دي إذا وصل الحجر الأسود، فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده، إذا ما قدر يقبل الحجر بفمه يستلمه بيده وبعد ذلك يقبل شنو يا جماعة؟ يده. فإن لم يمكنه الاستلام برضه ما قدر يستلمه بيده، أشار إليه بيده، والإشارة إلى الحجر الأسود باليد من بعيد تكون في بداية الطواف وفي كل طوفة من الطواف، كل ما تجي قصاده شنو؟ تأشر بيدك. ويفعل ذلك في كل طوفة كما قال الشيخ رحمه الله، ولا يزاحم على الحجر الأسود. لقيت في زحمة ما تمشي خوش في الزحمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب: أنت رجل قوي، ما تزاحم الناس في الحجر الأسود. ليه؟ عشان ما تؤذي الضعاف يا جماعة. وأصلا الوصول للحجر الأسود سنة، ماشي واجب، ماشي شنو يا جماعة؟ واجب. لو ما وصلت ذاته عمرتك صحيحة وحجك صحيح، عشان كده لو في زحمة ما تمشي، لأنه يا عوقت زول يا عوقوك، يا أزيد زول يا أزوك. وهنا قاعدة شرعية في كل أبواب الدين ذكرها الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: ترك السنة يعني المستحبة لدفع الأذية خير من فعل السنة والأذية. سنة مستحبة لو عملتها بتأذي لك زول، الأفضل تترك لدفع الأذية. هذا معنى القاعدة، ونصها: ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة والأذية. والقاعدة دي برضو في الصلاة، عندك في أي صلاة فيها تشهدين، في التشهد الأخير من السنة إنك تتورك، يعني تدخل رجلك اليسار تحت اليمين وتضع اليتيك على الأرض، تجلس بصلبك على الأرض ما على كرعينك، ده في الجلسة الأخيرة في أي صلاة فيها تشهدين من السنة. طيب لو الصف ده ضيق وقمت عملت السنة دي المستحبة دي، هتفجأ الزول جنبك هتحفظه. فهنا القاعدة: ترك السنة تتركها لأنها مستحبة لدفع الأذية خير من فعل السنة وحصول الأذية. طيب
وفي استلام الحجر الأسود كونك تستلمه بيدك وتمسحه فضل وأجر كبير. في ناس بيمشوا عشان يتبركوا به وده ما عنده فضل ولا عنده أجر، لكن اللي بيمشي عشان دي سنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام عنده أجر كبير. الأجر شنو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة، الحجر الأسود ده ربنا بيجيبه يوم القيامة يبعث، وله عينان يبصر بهما، ده حديث كله صحيح، ولسان ينطق به، يجي عنده عينين بعين بهم وعنده لسان يتكلم بهم، ويشهد على من استلمه بحق. أي زول استلم الحجر الأسود يجي يوم القيامة عنده لسان وعنده عينين ويشهد لأي زول استلمه في التاريخ كله. وقال عليه الصلاة والسلام: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. شفت الورق بتاع الشجرة، الورق الناشف بيتحتى مش كده؟ مسح الحجر الأسود ومسح الركن اليماني ذنوبك بتحت حتى زي ورق الشجر، ذنوبك كلها تتحتى. وديل الموضعين الوحيدين في الكعبة كلها اللي يجوز مسحهم واستلامهم باليد، الحجر الأسود والركن شنو يا جماعة؟ اليماني. أما الركنين، ما الكعبة فيها أربع أركان، حجر الأسود ركن، والركن اليماني الركن الثاني، في ركنين ثانيات ديل ما بيجوز تمسحهم. طبعا برضه تمشي هناك تلقى ناس بيمسحوا الكعبة كلها، واحدين يمشوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحوا برضه، ويمسح عليك ظهره ويقول أنا عندي وجع ظهر، ما بيودر لك وجع ظهر، ولا هذا من الدين ذاته، وده باطل من البدع المنكر المحرمة، وقد تصل بصاحبها إلى الشرك بالله. عشان كده زول انتبه، ما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن الركن اليماني يا جماعة إذا وصلت تمسح بيدك بس، ما بتقبله ولا بتقبل يدك ولا بتسجد عليه، وإذا ما وصلت ما بتشير له من بعيد، بس إذا وصلت تمسحه بشنو كده هكذا بيدك بس، وإذا ما وصلت ما زي الحجر الأسود بيشير له من بعيد. وتكون طائف لما انتصل بين الحجر الأسود والركن، بين الركن اليماني والحجر الأسود، من السنة بيناتهم انت طائف تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة، يجعله عن يساره، فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط. في الحجر ده ما يدخل بينه وبين الكعبة. الحجر ده شنو أصلا؟ بيشوفوا عامل له كده زي الحدوة بتاعت الحصان، عامل لك فيها ثلاثة أنوار خضر الآن كبيرة فوق كده، ما يجوز تطوف بينه وبين الكعبة. إذا طفت بينه وبين الكعبة، الشيخ الألباني قال طوافك باطل ذاته، لأنه أنت ما طفت بالكعبة، أنت طفت جوا الكعبة، لأنه الحجر ده أصلا جزء من الكعبة. قريش زمان في الجاهلية الكعبة دي صدعت وتهدمت، قالوا دايرنا بنيها من جديد، لكن قالوا إلا من المال الحلال بس. شوفوا هم مشركين وكفار، لكن عارفين الحلال والحرام في بعض الأشياء، فجمعوا المال الحلال لأنه غالب مالهم كان حرام، جمعوا المال الحلال لقوا شنو بسيط ما بيكفي بناء الكعبة كلها، قام بنوا بها وما حبوا يدخلوا من مالهم الحرام، وما كف الكعبة فقصروها من الجهة بتاعت الحجر دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم. قال كان بكسرها وأعيد تاني وأدخل الحجر ده جوا وأرجعها زي ما كانت،
على قواعد إبراهيم. فالحجر ده جزء من الكعبة، عشان كده ما يجوا صوت الطائف جواه بينه وبين الكعبة، تطوف ببراه تخليه جوا وانت طائف ببرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام ترك هدم الكعبة، لأنه الناس يا دوب كان فيهم ناس أسلموا جداد، عشان ما تكون لهم فتنة في دينهم. والإنسان الأسلم جديد قد يفتتن. ولكن هنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مستحبا وليس واجبا، يعني إعادة بناء الكعبة مرة أخرى على قواعد إبراهيم أمر مستحب ما واجب. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليترك الواجب، كما بين ذلك الإمام البخاري وبين ذلك الإمام ابن حجر رحمهم الله تعالى. فيطوف حول الكعبة يجعلها عن يساره، ويطوف من وراء الحجر سبعة أشواط، من الحجر إلى الحجر شوط يطبع فيها كلها، والاطباع قلنا يطلع كتفه ياتو اليمين ويغطي كتفه ياتو جماعة اليسار. والاطباع ده ما بيكون إلا في الطواف الأول. بالنسبة للمتمتع طوافه طواف العمرة، مما جبع من العمرة، طواف العمرة ده بيطبع فيه. وبالنسبة للقارن والمفرد في طواف القدوم، لأنه ده ما هيعمل عمرة، ده هيعملوا طواف شنو يا جماعة؟ القدوم أول ما يجوا، ده القارن والمتمتع. طيب، ويرمل أو يرمل في الثلاثة الأول منها، في الثلاثة أشواط الأوائل يعمل شنو يا جماعة؟ الرمل ده شنو؟ اللي هو ما جري، لكن هو سعي بين الجري وبين المشي مع تقارب الخطى، يعني ما يشتع كل عينه طويلة، إنما بسيط 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 بسيط. أما السعي هناك جري بين العالمين الأخضرين إلى أن تظهر الركب، إذا بتقدر على المسألة دي كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل ما بيقدر؟ خلاص دي سنة في النهاية مستحبة. طيب، ويمشي في سائر الطواف، يعني الباقي الأربعة أشواط في الطواف بيكون مشي عادي. ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة، في كل طوفة يمشي على الركن يستلمه بيده، ولا يقبله، ما فيه تقبيل. وبيشوفوا كده عاملينه فتحة كده قريب لشكل الحجر الأسود، وقبل الحجر الأسود أنت طيب بيقابلك أول. فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده، وده ذكرناه. ويقول بينهما، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدعاء ده يا جماعة ما تظن انه ده دعاء بسيط، اول حاجة ده من القرآن من سورة البقرة وسنة. هنا الدعاء ده السلف قالوا عنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الفضيل وحسنة الدنيا العلم النافع والرزق الواسع، وفي الآخرة حسنة، قال وحسنة الآخرة دخول الجنة. طيب زول في الدنيا بالدعاء ده ربنا أداك علم نافع، قرآن وسنة وعلم دنيا نافع ورزق واسع، رزقك واسع ما ضيق، ده في الدنيا. وفي الآخرة دخلك الجنة، فضل حاجة ثانية؟ فضل شيء يا جماعة؟ ما فضل شيء. والرزق ما القروش بس، الرزق قالوا كل ما ينتفع به الإنسان في دنياه من مسكن ومن دواب ومن زواج حسن ومن أطفال صالحين، وكل شيء ينفعك ده هو الرزق الحسن. طيب الفهم ده ربنا يديك رزق حسن واسع، ويديك علم نافع في الدنيا، ولما تموت تمشي الجنة، ده الدعاء ده. عشان كده جاء في صحيح البخاري قال الراوي كان من أكثر، ده في صحيح البخاري، كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ده كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بيشمل جميع الخير من الدنيا والآخرة. طيب، ودائما الدعاء اللي بيكون من القرآن والسنة هو دعاء مختصر لكن جامع يا جماعة وشامل. الآن تلقى الأئمة في التراويح بذات بعض الناس الأصواتهم جميلة بيدعوا دعاء ذاته عجيب، اللهم دخلنا الجنة وركبنا فوق وبيغادي وكذا ويلحن ليك ويعمل لها سجع متكلف، ده ما نهي عنه الكلام ده، كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صححه الألباني أن الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، ده صحابي جليل، دخل على ابنه فوجد ابنه يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين باب الجنة. فقال له: يا بني لا تقل هذا، إنما يكفيك أن تسأل الله الجنة فإذا دخلتها وجدته وتستعيذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور أو في الطهور والدعاء. والاعتداء في الطهور هو الإسراف في الماء، ده من علامات الساعة. هسه امشي الوضاية بتاعت الجامع أو في البيت عندكم تلقى الناس بيشغلوا الماسورة لحد آخر حد لحد ما تقول كك، ده من علامة الساعة. زول داري يتوضى يفتح شنو؟ يفتح أو داري يستحمى، ممكن الموية الحمادي ممكن يتحمله فيه الكامل، ده من علامة الساعة الإشراف في الماء في الطهور. وكذلك الاعتداء في الدعاء برضو من علامات الساعة وهو منهي عنه، إنك تفصل. ما هو أنت إذا دخلت الجنة أي حاجة بتشتهيها بتلقاها، صح ولا ما صح؟ بس ده الموضوع كله. طيب، ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وما أحسن ما روى عبد الرزاق، ده أثر عجيب جدا صحيح صححه الألباني وأحمد والبيهقي عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب، وفي رواية مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت أو الحجر أخذت بيده ليستلمه، غير الحجر الأسود وغير الركن اليماني. قال طفته مع عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان، ولما جيت لأحد الركنين الشاميين ده ما بيستلموا باليد ولا من السنة، قال أخذت يد عمر بن الخطاب عشان شنو؟ عشان يستلم الركن ده، يبشوا بيده زي ما بيبشوا وبيستلموا الحجر الأسود أو الركن اليماني. شوف عمر قال له شنو؟ قال له: أما طفت مع رسول الله؟ أنت طفت مع الرسول يا يعلى ابن أمية؟ قال: بلى. قلت: فهل رأيته يستلمه؟ أنت طيب طفت مع النبي عليه الصلاة والسلام، شفته بيستلم الحتة دي من الكعبة الركن ده؟ قال: لا. قال: فانفز عنك، خلي الموضوع ده، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. شوف الصحابة ذي كانوا بيتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف، الحاجة سواها بيسووها، الحاجة ما سواها ما بيسووها، عشان كده ربنا رفعهم. نحن الليلة إلا من رحم الله في مجتمعنا ذا ناس نجارين كبار زادوا في الدين ده زيادات وحشو حشو، تقول يا مولانا ربنا ما أمر بالكلام ده ولا الرسول ما قال به، يقول لك والله دي زيادة خير، أو واحد يتفلسف يقول لك دي بدعة حسنة. عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: من زع قال: كل بدعة في الدين ضلالة وإن رآها الناس حسنة. الدين دين الإسلام ما في بدعة حسنة أصلا، أي بدعة في الإسلام ضلالة، أما في الدنيا ما في مشكلة، البدا الميكروفون المايك ده المروحة المكيفات دي في الدنيا ما في مشكلة يا جماعة، ما في أي مشكلة. نحن موضوعنا في البدعة في الدين، الدين اكتمل، ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كانوا الصحابة بيزيدوا في الدين قيد أنملة إطلاقا، ولا يتركوا ولا يسمحوا لزول يزيد في الدين حاجة، لأنه الدين اكتمل، اكتمل تماما. طيب إذا كان دي الكعبة يا جماعة، الكعبة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكعبة ما يجوز تهبش بيدك عشان سنة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وليس تبركا إنما سنة. في المغرب، ما في السودان هنا، وفي السودان الكلام ده راغد، لكن لو كنا في السودان الناس بيزعلوا كده، نمشي برا. طيب هناك في المغرب، في فاس، في قبة أحمد التيجاني، شيخ التيجانية في المغرب، أدوا في القبة أدوا المركوب، قالوا له ده حق أحمد التيجاني، وميت له مئات السنين. أدوا الزول ده المركوب، قال له ده حق الشيخ أحمد، أكلوا، أكل المركوب قديل كده زي السندويش بتاع البرجر، قرب منه تمام، ودخلوا، والله دخلوا جوا العراقي وجوا السروال، ومسح به ظهره ومسح به راسه. أها، رأيكم شنو؟ الكعبة عمر بن الخطاب، مش باقي الركنين الشاميين، الحجر الأسود ذات أجا من الجنة. عمر بن الخطاب كان يستلمه ويقبله، يقول والله إني لأعلم أنك حجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوف التوحيد ده كيف، واتباع السنة كيف. عشان كده الأمة دي لو ما وحدت ما تنتظر إنه إصلاح اقتصادي يصلح، ولا بنزين يرقد، ولا جاز، ولا غيره. دايرين المعيشة بتاعتكم تتصلح وتعيشوا عيشة هنية، صلحوا عقيدتكم في الله، بس موضوع واحد ولا اثنين، صلحوا العقيدة في الله. لسه في البلد دي ناس بيمشوا القبر بيشيلوا التراب بيصفوا، يقول لك دي طينة أبويا الشيخ بتشفي، وده تراب أبويا الشيخ بدي المرأة الجنة، والشيخ ذاته لو قام من قبره ما بديك جنة، خلي التراب بتاع قبره. ده كله شرك بالله، وده تضيع الأمة دي يا جماعة. وإذا كان ذكرنا في الحديث في الدرس السابق إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج أو اللبن، سودته خطايا أهل الشرك. حجر جاء من الجنة، أهل الشرك بخطاياهم وذنوبهم وشركهم سودوا حجر نزل من الجنة، الحجر الأسود. ما يسودوا الدنيا كيف؟ ما يكونوا سبب في ضياع الاقتصاد والمعيشة وضيق المعيشة كيف؟ والشركة هو ده قاعد عنده قنوات في التلفزيون، ساهور والكوثر وغيره، قنوات شرك بقى عنده بيأجروا له القمر الصناعي. زمان ناس أبو جهل أبو لهب بيشركوا قاعدين في الوطن، الآن الشرك بقى يأجروا له القمر الصناعي عشان يعملوا له قناة تبث الكفر بالله. المهم، طيب بعد ذاك لسه نحن في الطواف، وله للطائف أن يلتزم ما بين الركن والباب. الركن لما يقال الركن يقصد به الحجر الأسود يا جماعة، لما لاقيك في الكتب يقول لك الركن يقصد به شنو؟ الحجر الأسود. الالتزام ده شنو؟ هو من السنة، اختلف فيه العلماء، لكن الصحيح إنه من السنة. طيب الركن هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، الباب بتاع الكعبة ده بينه وبين الحجر الأسود في مسافة كده، ما عارفة مترين ولا كده، دي من السنة تلتزمها وتدعو، مش تتبرك، لأنه في ناس أول ما يصل هناك هو يمسح، لا لا لا، تلتزمها لتدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وده اسمه الملتزم، بيسموه الناس شنو؟ الملتزم. كيف تلتزمه؟ كيف تاخد يدينك ديل كفينك فيه كده فوق، وتاخد ذراعينك ديل
كده وتخد وشك أو هكذا وشك وتخد صدرك وتدعو الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل جمع من الصحابة منهم عبد الله ابن عباس وعروة ابن الزبير رضي الله عن الجميع. وذكر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكروا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه. وليس للطواف ذكر خاص، الطواف ما عنده ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر أو التسبيح أو الدعاء ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق أو قال الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية: فأقلوا فيه الكلام، يعني خلوه دعاء وذكر وقراءة قرآن. ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض، ما يجوز يطوف بالبيت عريان ولا حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. وقوله لعائشة حينما قدمت معتمرة في حجة الوداع وحاضت، قال: لا افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. فإذا انتهى من الشوط السابع، غطى كتفه الأيمن، إذا انتهيت من السبع أشواط في الطواف تغطي كتفك شنو الأيمن، وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة. المقام مقام إبراهيم يصلي وراه، ويجعل المقام قدامه والكعبة قدام المقام، ده الأفضل. لكن أحيانا بذات أيام الحج والمواسم بيكون في زحمة شديدة في الحتة دي، لأنه ناس طايفين، فما تمشي تصلي هناك، لأنه في الناس صلاة هناك مستحب ما واجب. صلي في أي حتة من البيت عشان ما تعمل زحمة للناس وتعطل الطواف، إلا إذا لقيت المحل فاضي وما بعطل الناس. طيب، وفي الركعتين يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون، والثانية بالفاتحة وسورة قل هو الله أحد. ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم. الكلام ده ماشي بالترتيب من بداية الحج إلى نهايته بالترتيب. ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها ماء زمزم. ومن السنة أن يصب على رأسه من ماء زمزم، من السنة تكب على شنو؟ على رأسك، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: ماء زمزم لما شرب له، والحديث صحيح. وقال: إنها مباركة، وإنها وهي طعام طعم وشفاء سقم. وقال عنها: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وماء زمزم دي يا جماعة لو شربتها ودعيت الله أي حاجة أنت دايرها من الخير ربنا بيديك له. العلماء قالوا: تدعو أول وتشرب، ولا تشرب وتدعو أول، ولا كيف؟ قالوا: كله جائز، كله جائز. ويجوز إنك تحمل معاك ماء زمزم لأهلك، تجيب معاك في السودان، تودي وين تودي وين تودي وين، يجوز. وفيها نفس الحكم، في أي نقلوها لأي بلد زول يشرب ويدعو، وهي ماء مبارك ماء زمزم. وصح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصب ماء زمزم على المرضى فيبرؤون، يعني يجيبوا المريض يخطوا يجيب ماء زمزم يكبوا على المريض، المريض يبقى كويس طوالي، يصب على وصب. ويجوز تدعو وتشرب، أو تشرب وشنو؟ تدعو. طيب، ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة. انتهينا من الطواف وصلاة ركعتين وشربوا ماء زمزم، تمشي طوالي وين؟ إلى الصفا والمروة، بتلقى مكتوب يقول لك إلى المسعى أو إلى الصفا أو إلى المروة.
فإذا دنا من الصفا أول حاجة تبدأ بالصفا، إذا قربت من جبل الصفا قربت تقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية من سورة البقرة. وتقول نبدأ بما بدأ الله به، طوال تقول نبدأ بما بدأ الله به، ثم تصعد على الصفا حتى ترى الكعبة إن تيسر ذلك. وفي الصفا ممكن تشوف الكعبة تشوفها بزاوية معينة، لكن في المروة صعب الآن مع البنيان وكذا. وإذا ما قدرت تشوف الكعبة ما في مشكلة، لكن هذا أفضل. فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول الله أكبر الله أكبر 3 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويقول ذلك 3 مرات ويدعو بين ذلك. يعني لما تقول المرة الأولى الدعاء ده تدعو، ثاني تقول المرة الثانية ثاني تدعو، ثاني تقول المرة الثالثة، بعد ذلك تنزل ذاهبا من الصفا إلى المروة لقوله صلى الله عليه وسلم أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فيمشي إلى العلم الموضوع عن اليمين أو اليسار. الآن في نص المسافة بين الصفا والمروة عامل لك علمين أخضرين، يعني في مسافة معينة معلمة هنا أخضر بدايتها ونهايتها بالأخضر، دي تجري فيها جري شديد جري ثقيل، وده بالنسبة للرجل. أما المرأة ما تجري، المرأة لا يجوز لها أن تجري لأنها مأمورة بالتستر. طيب لا في السعي ما في ذكر معين، ممكن تستغفر وتقرأ قرآن وتدعو، ممكن تسكت ساي تمشي. لكن ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم في السعي من الصفا والمروة. طيب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، ده اسمه الأبطح، المحل المعمول أخضر في بداية ونهاية وده اللي بتجري فيه ده اسمه الأبطح. فقال لا يقطع إلا شدة جري شديد، لكن برضو إذا بتضرب لك زول قدامك ما تفعل ذلك. فيرتقي على المروة ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء، وهذا يسمى الشوط الأول. يعني مشيك من الصفا للمروة ده واحد الشوط الأول، لما ترجع من المروة للصفا كده كم؟ 2، لحد ما تكمل 7. البداية بتكون من الصفا والنهاية بتكون من وين؟ من المروة. ويجوز أن يطوف بين الصفا والمروة راكبا، الآن في عجلات بيلزوك ناس حتى لو ما عيان يجوز، إذا تعبان بيجوز الكلام ده جائز ليك، أو في عجلة ثانية أظن بيأجروها بتمشي بالكهرباء ولا بكده براها بتمشي برضه ممكن، لكن الأفضل إنك تكون شنو يا جماعة؟ تكون ماشي. وإن دعا في السعي بقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف الصالح، منهم عبد الله بن مسعود وابن عمر بأسانيد صحيحة، والمسيب بن رافع الكاهلي وعروة بن الزبير وغيرهم. طيب فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة. وقص الرأس على نوعين، إما قلنا تحلق صلعة وده اسمه الحلق، قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وربنا قدم المحلقين لأنه ده الأفضل، والحلق يعني صلعة، والتقصير يعني تخففه كله، مش تشيل شعرة من هنا أو هنا زي ما بيفعل بعض الناس، وهذا أمر غير جائز. لكن يا جماعة الإنسان المتمتع طبعا بيعمل العمره بالكيفيه دي، وبيتحلل بعد ما يحلق بيتحلل خلاص، بيبقى كل شيء حرم عليه بالاحرام حلال عليه وحتى زوجته، وبينتظر لحد يوم 8 ذي الحجه اللي يوم التروية عشان يمشي منها خلاص كده بدا ثاني واصل ثاني في الحج. فده
نحن نقول الأفضل عموما الإنسان يحلق صلعة كل راسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين كم؟ 3 مرات بالرحمة، ودعا للمقصرين مرة واحدة بالرحمة. لكن إذا كان في ناس بيمشوا ويعملوا عمرتهم دي متمتعين، وهم متمتعين قريب ليوم 8 ذي الحجة حسب ظروف السفر، يمشي يوم 7 يمشي يوم 6 فبيعمل العمرة، ده أفضل لو ما يحلق صلاة يا جماعة. ليه؟ لأنه حيجي يحلق تاني بعد يومين أو 3 ليوم 10 ذي الحجة، يحلق للحج عشان يتحلل، فلازم يكون في شعر. فإذا كان جاء في وقت مزانق وقت قريب لعشر ذي الحجة فما يحلق صلعة، يخفف بس كامل يخفف. طيب طيب كده تكون انتهت العمرة. ومن كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه. ده كلام لأنه شيخ الألباني بيرى وجوب حج التمتع، لكن الصحيح أنه ما واجب، لكن هو الأفضل كما رجح ذلك الشيخ العباد حفظه الله. فإذا كان يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة وهو اليوم 8 من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج، ده المتمتع، لأن الباقين ديك المفرد والقارن أصلا ما فكوا إحرامهم، أصلا يكونوا لابسين إحرامهم لحد يوم 8 ذي الحجة. أول ما وصلوا مما وصلوا من بلدهم، وصلوا مكة بيطوفوا طواف القدوم وبيسعوا وبيكونوا قاعدين في إحرامهم، ده المفرد وشنا يا جماعة والقارن، وبيكونوا قاعدين في إحرامهم ليوم 8 ذي الحجة يوم التروية. أما المتمتع بيعمل عمرة كاملة وبيفك الإحرام، لكن عشان كده بيحتاج يحرم تاني، لكن يحرم من وين؟ يحرم من مكانه في مكة ذاته، ما بيطلع برا ويجي يحرم، لأنه ده للحج يوم 8 ذي الحجة يوم التروية، بيحرم يلبس الإحرام ويحرم من بيته من جوا مكة، وطوال ينطلق إلى وين يا جماعة؟ إلى منى في يوم 8 ذي الحجة، فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة، يغتسل ويطيب، لكن يعمل الطيب قبل ما يلبس الإحرام، ويلبس الإزار والرداء ويلبي، ولا يقطع التلبية، كله ما يقطع التلبية إلا بعد رمي جمرة العقبة وهي أول يوم العيد يوم 10 ذي الحجة. بعد ما يرميها بعد شنو يا جماعة؟ بيقطعوا شنو؟ التلبية. ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة كما بينا، ثم ينطلق إلى منى فيصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع. طبعا الصبح ده أصلا 2 ما فيه قصر ولا فيه جمع، الظهر حيصلوا 2 والعصر يصلوا 2 والمغرب أصلا 3 ما بيتغير، والعشاء يصلوا كم؟ 2. والقصر هنا من النسك وليس بسبب السفر، ليس بسبب شنو؟ السفر، وإنما بسبب النسك بتاع الحج. ده يوم 8 صلوا صلواتهم الظهر 2 والعصر 2 والمغرب 3 والعشاء 2، حيجي يوم شنو يا جماعة؟ يوم 9 ذي الحجة اللي هو يوم شنو؟ يوم عرفة، يوم عرفة. طيب إذا طلعت شمس يوم عرفة بعد ما صلوا الصبح في منى وقعدوا ذكروا الله، الشمس طلعت في 9 ذي الحجة يوم عرفة، انطلقوا إلى عرفة وهم يلبون أو يكبرون، هنا يشرع مع التلبية يشرع شنو يا جماعة؟ التكبير. وكل ذلك فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم معه في حجته، يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. طيب فيصل عرفة
ويدخل المسجد بتاع عرفة وهو أفضل ينزل فيه وهو في نمرة، ويحضر الخطبة مع الإمام يخطب الناس، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر جمع تقديم، يصلي الظهر أول ركعتين ويصلي العصر بعده طوالي ركعتين يجمعهم مع بعض جمع تقديم يعني في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا، ما يصلي بيناتهم حاجة. ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام فليصلي كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله، إذا ما صلى مع الإمام صلوا جماعة براهم أو يصلي براهم بنفس الكيفية جمعا وشنو يا جماعة وقصرا. ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرفة كلها موقف. الأفضل يمشي جنب الجبل ده تحت في صخرات تحت، يقف تحت ويدعو ويدعو ويدعو. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة، أفضل دعاء في الدنيا دي في يوم عرفة ده، سواء كان أنت في الحج هناك في عرفة أو حتى أنت هنا ده في الحل في بلدك، برضه يوم عرفة ده أفضل الدعاء ليك، برضه أفضل دعاء مستجاب. طيب، وإذا ما قدر يصل حتة ديك فيها زحمة في أي مكان في عرفة، حتى لو قاعد الآن بيعملوا خيم مكيفة وكده داخل عرفة داخل حدود عرفة، يجوز تقعد في خيم تقدي وفي مكيف كده وتدعو، ما في مشكلة. طيب، وكده أنت وقفت بعرفة. في ناس بيظنوا إنه كلمة الوقوف بعرفة دي إنه لازم يكون واقف على حيله، لا، الوقوف دي ممكن تكون قاعد، وما قصد الوقوف، قصد إنك تكون في عرفة في داخل حدود عرفة، يعني ما قصد القيام يعني. طيب، ويكثر ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي، مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر، وتدعو. ده أفضل يوم للدعاء على الإطلاق، تدعو الله سبحانه وتعالى. ويكثر فيه من التهليل لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وده ذكر بتاع يوم عرفة تكرره طوالي بالنسبة للحجاج هناك وبالنسبة لك أنت هنا في بلدك برضه. وإن زاد في التلبية أحيانا إنما الخير خير الآخرة جاز، إنما الخير خير الآخرة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد ما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إنما الخير خير الآخرة في عرفة. والسنة للواقف في عرفة أن لا يصوم هذا اليوم، ما يصوم اليوم ده، لكن أنت الما في عرفة في بلدك السنة إنك تصوم اليوم ده ويكفر لك سنة قبل وسنة بعد. ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، كما في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي حديث آخر: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس، يعني الوقوف بعرفة لحد ما شنو يا جماعة تغرب الشمس، شمس غربت غربت وانتهت، بعد تطلع من عرفة، ودي الإفاضة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات. الإفاضة يعني تطلع من عرفة بعد غروب الشمس، تمشي وين؟ تذهب إلى مزدلفة. طيب، وعليه السكينة والهدوء، تكون ماشي بسكينة، ولا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته، فإذا وجد خلوة أسرع، فإذا وصل مزدلفة أذن
وأقام. لاحظوا أنه ما صلى المغرب، شمش غابت ما صلى المغرب في وين؟ في عرفة. تطلع تمشي مزدلفة، أول ما تصل مزدلفة يؤذن ويقيم الصلاة، يصلوا المغرب ويقيم ثاني ويصلوا العشاء قصرا ركعتين، ويجمع بيناتهم بين المغرب والعشاء ويقصر العشاء. لكن انفصل بيناتهم صلى المغرب وارتاح شوية بعد ذلك قام صلى العشاء، جاهز، يجوز ذلك. ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا. طيب، ثم ينام في مزدلفة حتى الفجر، فإذا تبين له الفجر صلاه في مزدلفة في أول وقته بأذان وإقامة، ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج إلا الضعفة والنساء، ناس الكبار في السن ضعاف والنساء، فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل. لما جو من عرفة، لما جو من عرفة وصلوا المغرب والعشاء وبيتوا، ممكن في نص الليل النساء والضعفة ممكن يطلعوا من مزدلفة، لكن جميع المسلمين الآخرين واجب عليهم يبيتوا لحد ما يصلوا الفجر في مزدلفة، ده واجب. طيب، ثم يأتي المشعر الحرام وهو جبل المزدلفة، إذا تيسر فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو، ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا. ومزدلفة كلها موقف برضه، فحيثما وقف فيها جاز. ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى، وعليه السكون السكينة، وهو يلبي بعد الشمس تشرق، يقوم قبل ما الشمس تشرق، قبل ما تطلع يمشي طوالي وين؟ منى. وده يوم كم؟ ده يوم 10، اليوم العيد. ما هو عرفة كان يوم 9، وجبيته في مزدلفة صبحه يوم شنو؟ يوم 10، اليوم العيد. وطوالي ينطلقوا قبل ما الشمس تشرق أو تطلع، ينطلقوا يرجعوا تاني منى محل كانوا قبيل، يرجعوا منى. طيب، وهو يلبي، فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه، وهو من منى، وادي في منى أو في بداية منى، إذا وصلوا يقول لك ده وادي محسر، فتسرع السير من السنة في الحتة دي. ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة اللي بيرموها يوم العيد ذاته، أول يوم العيد بعد وصلنا الرمي، ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى، يشيلها من وين؟ من منى. وجمرة العقبة هي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة، الجمرات كده مرصوصة ورا بعض صف، آخر واحدة هناك دي هي جمرة شنو؟ العقبة، وهي أقرب إلى مكة، هي أقرب إلى شنو يا جماعة؟ مكة. جيت منها قبيل في يوم التروية من مكة، مشيت وين؟ منى، ومن منى مشيت وين؟ عرفة، ومن عرفة رجعت المزدلف وبيتها صليت الصبح، وثاني رجعت منى، في منى تلقت الحصى عشان ترمي به جمرة العقبة اللي هي أقرب لمكة بغاد، وده أبعد مشوار بيمشوا الحجاج في اليوم ده، بيمشوا سبحان الله مع الإيمانيات والإيمان العالي، ما بتحسب التعب، التعب ما بتحسبه إلا تجي البلد دي، التعب ما بتحسبه إلا تجينا، بيجرب الحكاية. طيب، ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، الجمرة حفرة كبيرة كده بيستقبلها يعني يخليها قدامه في وشه، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن شنو؟ يمينه. أها، ويرمي بسبع حصيات مثل حصى الخزف، وهو أكبر من الحمص قليلا، يعني قدر النوايا بتاعت النبكة كده في الحدود دي، يعني يكبر شوية أو يكون قرب ذلك الحجم، يرمي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصى، ودي سنة فعل نبينا وأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن عباس: الشيطان ترجمون
وسنة أبيكم إبراهيم تتبعون. والأثر صحيح. أنت عارف فائدة ومن فضائل رمي الجمرات شنو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما رميك الجمار فإن لك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من كبائر الذنوب. حديث صحيح، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. فإن لك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من الكبائر. مع كل حصاة ترميها ربنا يكفر لك كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. طيب، عشان كده الحج ده يا جماعة فضله عظيم جدا. طيب، وحتى قال: وأما نحرك الهدي فإن لك بكل شعرة منه حسنة. أي شعرة في الخروف بتاعك ده عندك به حسنة، شوفها كم. طيب، ودي أحاديث صحيحة في صحيح الترغيب. يكبر مع كل حصاة من السبعة دي، لما ترمي الحصاة تقول الله أكبر مع الرمية، الله أكبر الله أكبر. ويقطع التلبية مع آخر حصاة، أنت ما وقتك ده كله بتلبي، مما جيت مما جيت ومما أحرمت. التلبية ما بتجي في بتين بعد ما ترمي الحصايا رقم سبعة من جمرة العقبة الكبرى اللي بتكون يوم العيد، لأنه في رمي ثاني. طيب، لكن في الرمي الأول، رمي جمرة العقبة الكبرى في أول يوم العيد، بعد ما ترمي آخر حصى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الآخر، خلاص ده بيجيف ثاني. طيب، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. وقت الرمي بيبدأ من وين يا جماعة؟ بيبدأ بعد طلوع الشمس. وله أن يرميها بعد الزوال، لكن البداية بيبدأ بعد طلوع الشمس في يوم العيد، وممكن ترميها قبل الزوال، يعني قبل ما الشمس تجي نص السماء. طيب، ويجوز أن ترميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجدت حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت بالحديث. فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، كل شيء حل لك، تفك الإحرام، تلبس جلابتك، تلبس عمتك، تلبس الطاقية، تتريح، ده كله حلال لك. إلا شنو يا جماعة؟ إلا النساء. ولو لم ينحر ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه. وقلنا اليوم العيد ده فيه شنو؟ فيه أربع عبادات عظيمة، اللي هي الرمي، وهي رمي جمرة العقبة الكبرى، ونحر الهدي، والحلق، وشنو؟ وطواف الإفاضة. طواف الإفاضة ده ركن من أركان الحج يا جماعة. أصلا أركان العمرة ثلاثة وأركان الحج أربعة: أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي. أركان الحج نفس الثلاثة دي ذات، الإحرام والطواف والسعي، زائدا الوقوف بعرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لكن في الحج يقصد بالطواف طواف الإفاضة اللي هو في أول يوم العيد. ده لو ما طفت ما عندك حج، ما في حج. 140 راح ساكن. طواف الإفاضة ده ركن من أركان الحج. الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج. السعي اللي هو بيكون بعض طواف الإفاضة ده ركن من أركان الحج. الإحرام ركن من أركان الحج. أما السعي الأول ذاك أصلا مع طواف القدوم للقارن والمفرد، ومع العمرة لمنه؟ للمتمتع. لكن السعي، سعي الحج ده بيكون مع طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة في يوم العيد ذاته. طوفته لازم شنو؟
تسعى سعي الحج. طيب لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي. إذا لحد ما دخل المسا ما طاف طواف الإفاضة يعود محرم ثاني، وينزع ثيابه جلابته ويلبس الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا، يعني الإفاضة، هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا به. يعني إذا ما طفت طواف الإفاضة لحد ما الشمس غابت في يوم العيد ذاته، بتقلع جلابيتك وعمتك وترجع تاني، شنو تاني؟ تعود الإحرام من جديد. طيب خلاص المرض ده ما عذر، بعد ذاك يطوف. طيب الذبح والنحر ده كله في يوم شنو يا جماعة؟ العيد. ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه. طبعا الآن دي ما في مفتر تنحر براك، ولا في مكان تنحر فيه ويزول يذبح براو، بتدفع هم بينحروا لك براهم، بيدوك كرت أو كده، خلاص بيكون نحروا لك في اليوم ده، وهو أمر مضمون يعني. طيب نعم، لا السنة إنك ما تأخره، السنة إنك لازم تطوف في يوم ذاته في وقته، أما إذا أخرته بعد ذلك ممكن تأتي بيوم، لكن السنة إنك شنو؟ إنك تطوف قبل ما تغيب الشمس في يوم العيد، اليوم 10 ذي الحجة. طيب فمن لم يجد هديا، في مرات الزول قروش وتنقص ما بيقدر يدفع حق الهدي، أهم لقى الهدي، فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والثلاثة أيام دي ممكن تكون أيام التشريق ذات، اللي هو من يوم 11 ذي الحجة ثاني يوم العيد، و12 ذي الحجة و13 ذي الحجة ممكن. طيب لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص أو لم يرخص بأيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لأنه أيام التشريق أصلا ما يجوز تصومه، لكن ما عنده هدي ده الوحيد الممكن يصوم أيام التشريق، ما بصوم يوم العيد، بصوم أيام التشريق 11 و12 و13، ويجي يرجع أهله يصوم 7، فتلك 10 كاملة كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم يحلق رأسه كله أو يقصره، والأول أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين. والسنة أن يبدأ الحالق يعني الحلاق بيمين المحلوق، يعني يحلق لك بجاي أول، بعد ذاك يمشي بجاي. ليه؟ لحديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي أمره كله. طيب والحلق خاص بالرجال دون النساء، يعني الصلعة دي خاصة بالرجال دون النساء، أما النساء عليهن التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، وهو حديث صحيح. فتجمع المرأة شعرها فتأخذ منه قدر الأنملة، يعني قدر الأصبع ده مقسم لـ3، القسم التلت ده هو الأنملة، قدر الأنملة دي بتجمع شعرها وبشيل منه. ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به 7 كما تقدم، إلا أنه لا يطبع ولا يرمل، وده طواف الإفاضة، ما حيطلع فيه كتفه اليمين، ما فيه الاطباع ولا فيه شنو؟ الرمل، ما فيه لا الاطباع ولا الرمل.
ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام بعد الطواف، برضو بعد طواف الإفاضة، كما قال الزهري وفعله ابن عمر رضي الله عنهما، وقال على كل سبع ركعتان، يعني أي طواف سبع أشواط بعده في شنو؟ بعده في ركعتان. ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم، ولكن هذا للمتمتع فقط. السعي ده البعد طواف الإفاضة، ده سعي الحج، ده بيكون للمتمتع فقط. أما المفرد والقارن يكفيهم السعي الأول اللي عملوه بعد طواف القدوم. طيب، لأنه المتمتع ده أصلا قبيل لما سعى، سعى للعمرة وطاف للعمرة، فظلوا طواف الحج طواف الإفاضة وفظلوا شنو؟ السعي. فالمفرد والقارن والمتمتع كلهم بطوفوا طواف الإفاضة، لكن القارن والمفرد ما بيسعوا بعد طواف الإفاضة، لأنهم سعوا قبيل بعد طواف القدوم، ما عندهم عمرة. أما المتمتع ده بيسعى ثاني، اللي هو سعي شنو يا جماعة؟ سعي الحج، يكون بعد طواف الإفاضة له. طيب، وبهذا الطواف طواف الإفاضة ده يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى النساء، يعني حتى زوجته. ويصلي الظهر بمكة، وقال ابن عمر بمنى، يصلي الظهر بمكة وقال ابن عمر بمنى، ويأتي زمزم فيشرب منها، يعني يجوز يصلي بمكة بعد ما طاف وسعى الظهر، ويجوز يرجع منى يصلي الظهر في منى، يرجع منى فيمكثون بها أيام التشريق بلياليها، ثاني يوم العيد اليوم 11 يبيتوا، يوم 12 يبيتوا، يوم 13 يبيتوا، أو ممكن يبيتوا يوم 12 ويقعدوا يوم 13 لحد مغيب الشمس، ممكن ما يبيت. طيب، لحد يوم 13 المغيب يعني. ويرمي فيها الجمرات الثلاثة كل يوم بعد الزوال، الجمرات الثلاثة القبل جمرة شنو؟ العقبة، بيرميهم، بيرمي دي وبيمشي، بيرمي الثانية وبيمشي، الثلاثة جمرات. ويكون وقت الرمي بعد شنو يا جماعة؟ بعد الزوال، زوال الشمس من كبد السماء، من نصف السماء، بسبع حصيات لكل جمرة، يعني كل يوم بلقط كم حصاية؟ كم حصاية؟ سبعة في ثلاثة 21. طيب، طيب، أيام التشريق اليوم 11 ويوم 12 ويوم 13. في يوم 11 بيمشي يرمي الجمرات الثلاثة اللي هي قبل جمرة العقبة ديك، ما أخيرة بيغادك ما انتهى منها يوم العيد الأول. في يوم 11 بيمشي يرمي الجمرات الثلاثة، يرمي هنا سبعة حصيات في الجمرة الأولى، ويرمي في الجمرة الثانية سبعة، وفي الثالثة شنو؟ سبعة، ويمشي. يوم 12 برضو يفعل ذلك، سبعة سبعة سبعة. يوم 13 سبعة سبعة سبعة. ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف، مسجد الخيف من السنة أن الحاج يمشي يصلي فيه، لأنه صلى فيه 70 نبيا من الأنبياء، مسجد الخيف. فالجمرة الأولى دي قريبة من مسجد الخيف، فإذا فرغ من رميها تقدم قليلا عن يمينه، أول ما ينتهي منها يمشي قليلا على اليمين، فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا من السنة، ويدعو ويرفع يديه، يستقبل الكعبة ويرفع يديه، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال، يعني عكس دي، ديك بعد ما رمى مشي يمين واتجه إلى الكعبة ودعا دعاء طويل ورفع يديه، الثاني بعد ما رمى حيتجه شنو؟ شمال، فيقوم مستقبل الكعبة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، الثالثة إذن هي جمرة شنو يا جماعة؟ العقبة، نحن قبل أخطأنا، فيرميها كذلك، يرميها كذلك زي ما رماها قبيل في اليوم شنو؟ الأول، لكن اليوم الأول بيرمي بس جمرة العقبة، الاثنين الأول قبالة دي ما حيرميهم، في اليوم الثاني اللي هو يوم 11 ذي الحجة
حيرمي الثلاثة الأولى والثانية ومعاه العقبة. وكذلك يوم 12 ذي الحجة يرمي الأولى والثانية ومعاهم شنو؟ الأخيرة اللي هي العقبة. طيب، ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك، ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ولا يقف عندها. هنا ما بقي في يدعو في الثالثة بالأخير. ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك، وإن انصرف بعض رميه من اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة. يعني بيرمي أول يوم العيد جمرة العقبة، ويرمي ثاني يوم العيد اللي هو أول أيام التشريق الجمرات الثلاثة بما فيها العقبة، ويرمي اليوم الثاني من أيام التشريق يوم 12. بعد ما رماها ممكن ما يبيت هنا في منى، يفوت خلاص، ممكن يسافر بلده ذاته، وممكن يقعد يرمي لحد ثالث أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد يوم 13 ذي الحجة. وده أفضل التأخر. شنو يا جماعة؟ أفضل، لقوله تعالى: فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب، نقف لحد هنا، وما فضل لنا كثير في الحج، فضل شيء قليل جدا، نكمل بكرة إن شاء الله. فضل طواف الوداع وشيء قليل قبله، وانتهى الحج. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أيوة، أي نعم، لأنه أنت فت محل الإحرام أصلا، الإحرام قبل جدة. إذا أنت جاي من السودان وناوي الحج أو العمرة، لازم تحرم من ميقاتك أنت. بيوروك لو من إذا راكب البحر، من جوا البحر بيوروك لك ده الميقات. إذا راكب الطيارة بيوروك لو قبل ما تصل جدة. المهم، أما الناس اللي بيمشوا يحرموا من جدة، ده فاتوا الميقات، فاتوا الميقات، وعليهم دم، عليهم دم، يدفعوه، يطبحوا لهم، غير الهدي، غير الهدي، عليهم فدية ثانية، لأنه ده ارتكبوا محظور من محظورات الإحرام اللي هو فاتوا الميقات، مشوا غادي. نعم، بالإيماء هكذا، بحركة الرأس يعني. أيوة، أفضلهم، أفضل الأنساك التمتع. وبعض العلماء قالوا التمتع واجب، عديل كده قال واجب. وهنا الشيخ العباس ذكر الفروقات بين المتمتع والمفرد والقارن في صفحة 76. المتمتع عرفناه إنه بيأتي بعمرة في أشهر الحج، وبيتحلل وبينتظر لحد يوم 8 ذي الحجة، وعليه شنو؟ عليه هدي اللي هو بيذبح في أول يوم العيد. أما القران هو أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات. أنت هناك في المتمتع بتقول اللهم لبيك عمرة، هنا أنت إذا قارن بتقول اللهم لبيك حجا وعمرة، أو عمرة وحجا مع بعض. فإذا وصل طاف طواف القدوم، ما عنده، طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه، والمتمتع بفيك شنو؟ بفيك إحرامه، ينتظر يوم 8، ده بيبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر لحد يوم 10 ذي الحجة، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. يعني بيتفق مع المتمتع إنه عليه شنو؟ هدي. ولكن قرن بين الحج والعمرة وبقي في إحرامه، ما تحلل منه لحد يوم 10 ذي الحجة. طيب، أما المفرد أن يحرم من الميقات بالحج فقط، قول اللهم لبيك حجا بس، ويعمل كما يعمل القارن، يعمل كما يعمل القارن، يعني يجي يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة زي القارن، لكن بس بيقول اللهم لبيك شنو؟ حجا بس. إلا أن المفرد، إلا أن المفرد ليس عليه هدي، ما عنده هدي. نعم، نعم،
ده ما يتحلل. بيقطع هنا شعرتين وهنا شعرتين، ده ما تحلل، ده رجع على إحرامه لسه، على إحرامه لسه. لا لازم تعرف وتسأل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال. فلازم يسأل. زول ماشي العمرة وماشي الحج، أول شيء يتعلم هذا الأمر ويعرف من وين حيحرم وكيف يحرم وكيف يلبس الإحرام وما هو الإحرام وما صفته وما يقول وكيف يلبي ويعرف، لأنه العلم قبل القول والعمل. فما في عذر وحج الإنسان يستطيع أن يتعلم وهو لا يريد أن يتعلم. خلاص؟ نعم. أما إذا فات الميقات ما عرفوا فاتوا غادي وبعد ذاك أحرم بعد ما فاتوا، فعليه دم، عليه فدية. نعم، تذبح وتوزع لفقراء الحرم، هذه هي الفدية. أيوه. اليوم الثامن هو نعم. اليوم الثامن يلبس الإحرام. يلبس الإحرام. هل بيقول زي لبيك حلف ولا خلاص وصل؟ لا لا لا، بس يلبس الإحرام ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويعلو صوته لحد ما يصل منها، ويجمع بينه وبين التهليل. أما لما ينطلق لعرفة يلبي ويجمع بين التلبي والتكبير، يجمع لا لما ماشيين في الطريق هناك يجمع بين التلبي والتكبير لما ماشيين لعرفة، ولما ماشيين لمنى يجمع بين التلبي و التهليل، دي السنة. أيوة. الحيض ما بيمنع، لا يمنع الوقوف بعرفة، ولا يمنع المبيت في منى، ولا يمنع المبيت في مزدلفة، ما يمنع إلا الطواف. تعمل أي شيء، الحائض أو النفساء برضو تعمل أي شيء بالحج إلا بس الطواف بالبيت، ده ما تسويه لحد ما تطهر تمشي طوب البيت، بس يكون اكتمل حجها وعمرتها. أيوة. ها أيوة، الركعتين كيف؟ لا الركعتين دي سنة. لا الركعتين دي سنة، ما لما تجي تطوف بعد ما تطهر ما حصل الركعتين، لما تجي تطوف بعد ما تطهر حصل شنو؟ الركعات. ايوه. الهدي شنو؟ ايوه. اصلا الهدي، اصلا كلمة هدي هي للحاج القارن والمتمتع، بخلاف المفرد ما عليه هدي. فالقارن والمتمتع اصلا بيطبعوا الهدي يوم العيد، اصلا ما عنده محل ثاني، ما عنده وقت ثاني اصلا. اما لو تقصد الاضحيه، انت تقصد الاضحيه ما هدي، الاضحيه براء والهدي براء. الهدي ده للحاجنة في الحج، فاذا ذبح الهدي ما عليه اضحيه اصلا، الا اذا قدر يوسع على عياله، اتصل بهم في السودان قال لهم اشتروا الخروف جيبوه ضحوا، ما في مشكله. لكن هو ما عليه اضحيه، هو عليه شنو يا جماعه؟ عليه هدي. ايوه. نعم، في كل سبع ركعتان. ايوه، يعني سبع، يعني في كل سبع اشواط طواف، لانه الطواف ده ذاته ما متعلق بالحج والعمره بس يا جماعه. ممكن تمشي مكه ولا انت حاج ولا معتمر، بيجي الا بيتك بيعمتك تطوف بالبيت سبع اشواط وتستلم الحجر الاسود وتفوت، دي عباده، لانه ربنا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن يعني إذا ما ضار يطوف، هل ممكن يستلم الحجر الأسود بس ويمشي؟ الشيخ الألباني قال صح عن بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك برضه. وإذا دخلت البيت الكعبة، مشيت البيت الحرام، وأنت نيتك تطوف بس سبع، ما حج ولا عمر، بس تطوف سبع أشواط، ما بتصلي ركعتين تحية المسجد، وإنما إذا نيتك الطواف فتحية البيت الطواف.
أما إذا نتك ما الطواف ومشيت الكعبة فتحية البيت صلاة شنو؟ ركعتين ليك أنت. أيوة. أيوة. إذا طفت ساكت ما له حج ولا عمرة سبعة أشواط ما لازم، هو من السنة ركعتين دي أصلا، لكن من السنة إنه كل ما طفت سبعة أشواط بالبيت تصلي شنو يا جماعة بعديها ركعتين، لقول عبد الله بن عمر في كل سبع ركعتان، في كل سبع ركعتان، يعني في كل سبعة طوفات تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، إذا ما تيسر في أي مكان في البيت كده شبه انتهينا من الحج، فضل طواف الوداع هو شيء بسيط جدا جدا، وهندرس البدع في الحج والعمرة برضه إن شاء الله. نعم. ها؟ أيوة قال عبر سبيل الله رطوف بالبيت، السنة إنك تطوف سبعة، السنة إنك تطوف شنو؟ سبعة أشواط، أو لو ما قدرت تطوف ذاته ممكن تمشي تستلم الحجر الأسود وتفوت يعني، برضه دي سنة. نعم. أيوة. ها؟ أيوة. العطر قبل ما تلبس الإحرام، قبل ما تحرم ممكن تعطر جسدك وتدهن بعدك تلبس الإحرام، فطالما أحرمت ثاني ما بيجوز شنو يا جماعة؟ تتعطر، ولا يجوز تأخذ من شعرك حاجة ولا من أصفارك حاجة، ولا يجوز تأخذ في رأسك حاجة ملاصقة مباشرة للرأس، أما حاجة بعيدة من الرأس الشمسية إذا لصقتها مع رأسك ما بتجوز، إذا رفعتها فوق بتجوز. وضربنا مثال بالشيعة الرافضة وهم لا دين لهم، بيجيبوا الهناي بيقطعوا من شارع الكهرباء، بيقطعوا البص، بص جديد بيقطعوه كرر بيخلوه صلع، يقول عشان ما حاجة تكون فوق راسنا. طيب السماء ما فوق راسكم؟ السماء دي ما فوق راسكم؟ وما المقصود انه الحاجة تكون فوق راسك، المقصود انه حاجة ما تكون ملصقة مع راسك مباشرة لراسك، وإلا يلزمهم ما يخشوا تحت كوبري، والبلد دي كلها كباري فوق كباري، برضه المفروض ما يخش تحت الكوبري ولا يخش تحت الشجره، صح ولا ما صح؟ هذا فهم ما صحيح. جزاكم الله خير، بارك الله.